أطلقت أربيل دعوة للحوار مع الحكومة المركزية العراقية بعد تصاعد الاشتباكات العسكرية بين قوات البشمركة والقوات العراقية، ووجدت الدعوة ترحيبا مشروطا من قبل بغداد التي أعلنت عن استعدادها لمناقشة أي إجراءات تخضع للدستور العراقي. وتستعد أربيل لتشكيل وفد رسمي كردي للجلوس مع نظيره من الحكومة الاتحادية لفتح كافة الملفات العالقة بين الجانبين، فيما يرى المراقبون أن عقبات كثيرة ستعترض الحوار نظرا للشروط المسبقة التي يتمسك بها الطرفان. عودة لك مرة أخرى أستاذة جيلان، ما توقعاتك للحوار المرتقب بين بغداد وأربيل؟ ليس متفائلة كثيرا بالنسبة لهذا الحوار، لأن هناك عدة عراقيل وهناك كمان تاريخ سياسي بينهم لا يسمح ولا يوجد إرادة فعلا دولية ودعم، سوى إسرائيل هي التي دعمت مؤخرا، ولكن لا يوجد دعم عربي، لا يوجد دعم إقليمي، إذا كان إيران التي أصبحت موجودة هناك بالميليشيات الشعبية والحشد الشعبي، كل ذلك سيؤثر على رغبات الشعب الكردي وعلى طموح الأكراد في إن هما الانفصال سيكون غير محقق هذه الفترة، خصوصا الولايات المتحدة خرجت بتصريحات عديدة مترددة يعني في أن تدعم هذا الانفصال، وقالت إنه ليس وقته، بمعنى الكلام هذا ليس في الوقت الحالي، وبالتالي هنا لا يوجد رغبة دولية ولا إقليمية ولا يوجد تشجيع. ولكن هنا أيضا أرجع أقول أن الشعوب كان لها أحلام، الأكراد كان لهم أحلام، ووجدوا أن هذا التطرف سرع كثيرا، حتى لو كان الاستفتاء تم، سرع كثيرا من وضع النقاط فوق الحروف وعدم الانفصال، وبالعكس العودة إلى كركوك ودخول الحشد الشعبي والحكومة العراقية في موضوع كركوك أكد أن المنطقة الأكثر نفطا والأكثر اقتصاديا في مساعدة الدولة الكردية والشعب الكردي هي أصبحت ليس في ملك هذا الشعب ولا تحت حيازة هذا الشعب، وبالتالي هناك حتم المراجعة وستكون من العقبات التي ستقف أمام هذا الحوار.